بيه الحكايه كيفاش كانت؟ هي كلون، نخرج كلون، نوقف تاكسي باش نمشي للسبيطار مثلا ولا بلاصه معينه باش نعمل تاكسي هذه وتكون غراتويت معناها. من الحاجات اللي صار وان التاكسيستي وصلني نحكي له على الحكايه هذه وقلت له وين راني ماشي للسبيطار ما عندي حتى واحد غادي لا خويا لا ام لا بابا كذا فهمت توانسه وخيانه بالفطره. قلت له هاي شقول تطلع معايا شوف الحكايه. ما قبلهاش من الاول كان باش فيه قلت له هي اجى طلع عمل طله وشوف واش تحس انت وخرج على روحك يطلع معايا وشاف شاف لعبت كيفاش استقبلتني من الإدارة للإطار الطبي للمرضى للممرضين والممرضات شافهم هكاك هبط وشاف هذا كيلو غل بانان تفاح وخذا كعبات خرط ودار عليهم وانا معاه فهمتني كل مريض يمدوا كعب بانان كعب تفاح يمشي على روحه فهمتني خلي بالحق انا حاجه هذيا ما عمري ما حسيتها لما ان شاء الله راني باش نعود نعملها وتو نوصي شكون يعملوها معاه